السلام عليكم الأصدقاء والصديقات الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ليومي الأربعاء. بغيت نتكلم لكم دائما على مشكل اليد العاملة، وهو أنه هذا خبر يعني يلا سمعته اليوم في الصباح. يتكلموا على أنه كاين مشكل كبير في مطار ديال موريال، لانه ما كاينش اليد العامله ولي باجاج، تجمع لهم بزاف لي باجاج وبداو لي باجاج يتوضروا وغادي انيليو دي فول. والاخوان والاخوات اللي كاينين هنا على في موريال راهم على درايه بهذا الشيء. دابا الواحد الا بغى يسافر هنا خصو يمشي قبل الوقت بزاف بزاف بزاف، لان بعض المرات تبقى واقف شاد الصف واحد الوقت طويل باش يلا توصلك النوبه. هذا الشيء ما كانش من قبل، ولكن كل شيء هادشي راه المخلفات ديال الوباء ديال كورونا، لان من بعد الوباء كانوا سدوا في اخبار، راكم في اخباركم بانه بزاف الشركات كانوا سدوا، ومن يعاودوا حلوا صافي ولا المشكل ديال اليد العامله ما موجودش. ودابا تيقولوا بان هادشي يلا سمعتوا تا هو في الصباح، تيقولوا بان هنا في كندا وخصوصا في مقاطعه كيبيك ما بقاش رب العمل هو اللي تيتحكم، ولا العامل هو اللي كيتحكم، لان دابا رب العمل ما عندوش الخدامه، يعني ما داروا جميع الحلول، زادوا في لي سالير، شادين الخاطر الخدامه، ورغم هذاك الشيء باقي المشكل. والخدام كيخرج من هنا تيدخل من هنا، كاين اللي تيخدم شهر ونص شهرين ثلاث شهور في واحد الخدمه كيمشي لوحده اخرى، لانه ولا الخيار بزاف، ورب العمل خصو باش يشد الخدامه ولا عندهم مشكل. والبارح شفت في التلفازه بانهم في الفنادق وفي المطاعم وبعض الشركات ولاو كيخدموا لي جون الشباب باش يسدوا داك الفراغ، لان هذا مشكل كبير مشكل كبير. ورغم هذاك الشيء غادي تسائلوا غتقولوا علاش كندا محتاجه لهاد الناس، محتاجه اليد العامله وما فتحاش البيبان، لان المشكل فين كاين؟ وهو انه هما كياخذوا الوقت ديالهم بشويه وكياخذوا تيديروا لا سيليكسيون، ما تيبغوش يدخلوا اي واحد، تيديروا لا سيليكسيون حتى تقتنعوا وتشوفوا المهارات ديالك وتشوفوا المستوى ديالك. رغم انهم محتاجين الناس ولكن خايدين الوقت ديالهم، وقالوا بان هذا المشكل هذا ديال اليد العامله غادي يبقى لسنوات، ربما حتى الواحد 10 سنين، 10 سنين غتبقى في كندا في هذا المشكل ديال اليد العامله. وبزاف الناس غيخرجوا لا روتريت ولا ياخذوا التقاعد ديالهم، هذا حتى هو زاد في المشكل. المهم انا كنقول لكم هذا الخبر وكنحفزكم مره اخرى باش تدفعوا الملفات ديالكم، راه ماشي الا دفعتي غادي يجاوبوك الغد ليه ولا من هنا سيمانه، دفع وخصك يكون عندك الصبر. والناس اللي كيدفعوا لدوك اللي تيكتبوا في ديك انديد وهذيك جوب بانك اللي كنت عطيتكم، ما تكتبش غير شركه واحده، كتب الشركه وشركه وشركه ربما تجاوبك وحده، لان ماشي كاع الشركات مستعدين باش يجيبوا العمال من الخارج، لان كتقام عليهم شي تكلفه غاليه. المهم انا كنحفزكم وكنوصيكم بالصبر، لان هادشي ديال الهجره كيبغي الصبر. والانسان اللي بغى يديروا اريما، اللي بغى يدير اريما ولا بغى يدير الدخول السريع، راه هادشي تياخذ حتى ما بين عامين حتى 3 سنين حتى 4 سنين. المهم الانسان يصبر، الله يوفق الجميع. وكان هذا الخبر ديال اليوم، ان شاء الله ملتقانا في فيديو اخر ومعلومه اخرى. وهذه راه اخر الاخبار اللي تنقول لكم، وراه الاخوان اللي كاينين هنا على درايه، وغير من التعاليق راه يبان لكم بان اكثريه الاخوان موافقين على هذا الشيء تنقول. هذه راه قناه ذات مصداقيه بدون زواق، انا من هذه سنين وانا هنا، راه عائلتي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي واصدقاء كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي. انا هكا داير طبيعي باقي بصباغتي، رغم انني سنين وانا عايش هنا، ما كاين لا عياقه ما كاين لا تبدا تعوج اللسان لا والو، انا هو راه اخوان الاصدقاء ديالي وعائلتي عارفيني. يلا نخليكم على خير وتبارك الله عليكم والله يوفق الجميع. يلا السلام عليكم.